والله فاهم. انا احنا عملنا كل حاجه يعني، انا عملت ما سبتش مكان ما رحتش قدمت فيه شكوى. الكاميرات دي بقى مستورده اللي عندك؟ والله هو الموضوع ابتدى معانا من فتره طويله، ما يعني استمرينا يعني ممكن تقول 5 سنين 6 سنين. كنت بسمع اصوات، بصحى في عز النوم الفجر بقعد اقول لنفسي لا ده ممكن هوا، لا ده ممكن انا متهيألي، ده ممكن الجيران، ده ممكن تخوض جنب فوق، الحاجات دي كلها لحد ما ابتدت الحاجات بتشتغل لوحدها. الفجر بلاقي بيبان بتتفتح، بلاقي حاجات بتتحرك من مكانها. لحد ما في مره وقت كنت قاعد بذاكر فيه واسمع تخبيط على الباب، قلت دول ممكن اولاد او حد من اللي بيلعب في السلم او حد بيحاول يشاكسني، حد بيحاول يعاكس حد من الاولاد عندي او اي حاجه من الحاجات دي يعني، قلت بيتهيألي ممكن بتاع عيل صغير ولا حاجه. قفلت الباب وقعدت تاني ورجعت اذاكر وقلت خلاص مفيش اي حاجه وخلاص نسيت الموضوع خالص. بعد كده لقيت الباب بيخبط جامد. مين بقى ده علشان اطلع فعلا؟ كل ما افتكر النوم ده انا بلاقي نفسي اللي انا فعلا كنت قد ايه جبان. شيوخ قالوا لي وناس قالت لي دي جنيه، وحد يقول لي ده جني، بس انا بقول ان التصرفات دي تصرفات ذكوريه. يعني ايه ده؟ الغزير على جسدي. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ شبال عليا بشكل كامل وما ادراك يعني. حاجه ما بلاقيش الامر. انا حضرتك كل ملابس الداخليه اختفت عندي من البيت تماما. تبقى حاجة بالمناسبة، أنا خلاص هنا تحصن نفسك بالطوب والملح تموته. حصن أحد الشيوخ، برضو ده كان وصايا عن يعني صديق مقرب ليا، بعت لي أحد الشيوخ اتركني يا شيخ، يا شيخ يا مشت يعني، وأحرجني يا شيخنا يعني، ولا حتى خد حسابه. زي ما أنت شايف عادي جدا، لغيت وعملت الحاجات كلها، بس يعني وزاره الاوقاف برضو انا بحب اشكرها بجد، شايفه شغلها على اكمل وجه. بس وقدمت بلاغ للنائب العام وفي نفس لا اهدوا يا جماعه، خالص اهدوا. انا هعرف انزله يا حبيبي. رخي رجلك بس، رخي رجلك يا جماعه، اسمه يا حسام، رخي رجلك يا ابني رخي عشان اعرف انزلك وبس. وعلى الحال ده بقى، وعلى الحال ده على طول يعني عايش على كده. يمكن الكلام جوه عشان هو في الاوضه دي بقاله فتره. يلا بينا، يلا. ايه ده؟ انا ما عنديش قطط اصلا. خش صور بقى. يا حسام بهزر معاك يا عم. هات ايدك يا عم انا يا عم امك يا عم يا عم خلاص يا عم خلاص يا عم في ايه يا عم عشان تدورك. يلا خش واوريكم الموضوع وبسيط جدا ما تخافوش. هتصور الاوضه موضبه على فكره يعني، هي كده متوضبه ما تقلقش من اخر مره والله، لسه من دقايق. طيور وحاجات غريبه جدا. لا سيبني انا هتصرف. انت اللي تطلع، انت وهتطلع. انتوا تتضايقوا وتهدوا خالص. عادي عادي، انت ليه رجعت ورا يا ابني؟ تعالى عادي يا ام مين. يلا ما يلاقوش يا جماعه، الموضوع بيتسيطر عليه ما تخافوش. يوفي يجد الكلب، بقول لك يوفي. انا اسف والله، هنعيدها وهتبقى حلوه. هتبقى حلو. انا اسف، انا مش قادر اكمل يعني. انا عندي عيال. انا لما صدقت لا احس بيا. انا اسف، انا عندي عيال. خمس سنوات بقى عيني. عندي عيال. انا اسف. انت